السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رابع. اليوم بإذن الله هناخد الدرس الثاني اللي هو من تقدير القسمة. احنا قلنا القسمة على 10 عشان أخذنا اللي هي بدينا بتقدمة كيف بتقسم على 10 وعلى 100 وعلى 1000. اليوم بإذن الله بنقدر القسمة زي ما تعودنا على التقدير العادي في الشرع المطرح، ولكن في فرق بسيط من قسمة اني انا حرة اخلي طلع معي 41 على 5، ما بتزبط 41 على 5، ممكن اخليها 40 عادي، عادي مس عادي، منزلها واحد اطلعها واحد عادي عشان اخليها نفس جدول الضرب 5 مثلا، واضح الحكي؟ فهذا هو اللي بدنا نحكي عليه وناخذ امثلة على هذا الحكي ونحل مع بعض الامثلة الموجودة. الان خليك معي يا مس، بدي ابدا اعطيك امثله ونحل مع بعض. الان لو كان عندي الرقم بدي اكتب هون الصفحه اللي ابدا فيها ان شاء الله باذن الله اللي هي 64 عشان نعرف الصفحه ونفتح عليها مع بعض، وانا كنت اتحقق من فهمي. خليك معايا عشان اشرح لك كيف انا بدي اتحقق من فهمي. انا عندي هون 269، بدي اقسمهم على 3. خليك معي يا مس بكل سهوله، شيء بسيط جدا. انا تعلمت اني اقسم على مضاعفات الثلاثه، مضاعفات العشره والمئه والالف، وفي نفس الوقت شو بتكون عندي سهله هذا الحكي. يا مس عندي هون بدي اقدر اثنين، طبعا ما بجوز باخذ اثنين على ثلاثة، ما بجوز باخذ 26 كاملة. ليش يا بس اخذت اثنين؟ يا بس اثنين ما بتجوز عادي. انا ليش كل ما بتاخذ عدد رقمين بيكون عندك التقدير بيكون هو الصح، يعني اصح، يعني مش بيطلع لك الناتج الصح. فانا باخذ دائما اثنين على ثلاثة، اثنين لا يجوز على ثلاثة، باخذ 26. الان بقول 9، انظر الى يمين العدد، انظر الى يمين العدد زي ما تعودنا في الجمع والطرح عادي، انظر الى يمين العدد 9 تعطي، ايوه تعطي لانها اكبر من 5، ونعيد ونزيد بصير هون 6 27، 26 زادت 1 اصبحت 27. بدي اقسمها على ايش يا مس؟ بدي اقسمها على 3 نفسها. طيب يا مس في غلط انت عملتيه، شو الغلط اللي عملتيه يا مس؟ بدل التسعة ايش ما حطيتي؟ ها ما حطيت الصفر. نسيت والله نسيت يا رب. ها شوفي يعني احنا بننتبه. ها انا نسيت حط صفر، لان انا قدرت 26 والتسعة اللي اعطتها بدلها بحط صفر. الان يا مس بعتبر الصفر مش موجود، بعتبر الصفر مش موجود، بقول شو العدد اللي حضره؟ شو العدد اللي حضره في 3؟ اعطيني 27. يا مس يا مس 9 صح، يا مس 9. شو العدد اللي حضره في 3؟ اعطيني 9 في 3 27. طيب ومس الصفر مين؟ لا 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 لا، نزله الى يمين العدد، نزله الى يمين العدد. سهلة مس، أكيد سهلة يا مس، لأنها ما بدها شيء. أنا ما دام أنا بعرف أقدر معناته أنا عندي ممتاز كله عندي. يجي يا مس على كمان نفس الصفحة في عندي أتحقق من فهمي. نفس الصفحة كمان أتحقق من فهمي عشان ما تقولوا يا مس وين هاي؟ كتب أراد ليت وضع 410 كتب في على رفوف. لما ابدا احط على رفوف يعني بدي اوزعها، كلمه اني اضع إن اضع كتب او اضع اي شيء على رفوف او في صناديق، يعني بدي اوزع هاي عندي الاشياء اللي انا بدي اوزعها، اوزعها على صناديق او على كتب او على رفوف او على اي شيء، معناته توزيع يعني قسمه، توزيع يعني قسمه، بدي اوزعها على 8 رفوف. سؤال ما قالك اقسم، قال لك اقدر عدد الكتب
تضعها على كل رف اقدر قال لي اقدر عرفت يا مس انا ما بدي اقسم انسى القسم الان انسى القسم الان باجي يا مس بقول له تعال معي بدي اخذ 41 دائما شايفين انا باخذ دائما المنزلتين عشان يطلع ال 41 بطلع على الصفر امام اللي هو امامه مباشره انظر اليه صفر لا يعطي يضل 41 والصفر ينزل زي ما هو 8 طيب تعال يا مس شو العدد اللي بدي اضربه في 8 يعطيني 41 في جدول ضرب بس 8 مش في 41 لا لا يا مس تعالوا نحط كمبيوتر نحط الكمبيوتر هون ونحط جدول الضرب تبع جدول 8 8 في 2 8 في 3 8 في 4 8 في 5 8 في 6 لا 48 طلعت كبيره لا 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 8 في 5 40 بس لقيت بس 40 يعني يا مس كل اريحيه بدل 41 خليتها 40 شو يا مس على كيفي اسمه قدر اسمه تقدير يعني ممكن انزل واحد اطلع واحد انزل ثلاثه اطلع ثلاثه عادي بس ما انزل كثير واذا لقيت اللي انزله اقل من اللي اطلعه بنزل واذا لقيت اللي بطلعه اقل من اللي بنزله بطلع حسب اني الاقي اللي اقرب له الاقرب للعدد الاقرب للعدد بغض النظر اني ازيد ولا انقص الاقرب للعدد باجي هون الاحد 40 اقرب لل 40 صح؟ هاي 40 هاي شايفينها؟ هاي 40 شايفينها هاي طيب مين ضايل؟ ضايل الصفر ضايل الصفر ضايل الصفر صح؟ تقسيم 8 هيك زبطت المسألة معي صارت 40 شو العدد اللي بدي اضربه في 8 في 40 بتقولي لي 5 شو العدد اللي بدي اضربه 8 في 40 بتقولي لي 5 طيب يا مس انا اخذت 40 يا مس في طلاب بحطوا الصفرين طب انا اخذت 40 يا مس ما اخذتش 4 اخذت ال 40 كامله ما ضلش الا مين 0 1 فقط ما ضل يا مس الا 0 1 فقط من الصفران طيب خلينا ناخذ سبات ثانية ونحل أكثر وأكثر مع بعض عشان إحنا هيك نصير نفس الصفحة يا مس ناخذها بعدنا اللي هي صفحة اللي هي 64 اللي هي أحل المسائل أنا بكتب لك على أساس إنك يا مس ما تعرفش وين إحنا وصلنا وين رحنا كله عندك بكون مكتوب ايش احنا بدنا نحل. في عندي احل المسائل السؤال رقم واحد نبدا فيه. بقول لي السؤال رقم واحد يا مس. احاول نحل شو رايكم نحاول نكتبهن كلهن وبعدين نبدا. السؤال رقم اثنين يا مس. حاول كله. حاول اكتبهم كلهم على اساس انه بسرعه نحل مع بعض ننجز اكبر عدد ممكن من المسائل عشان نفهم اكثر واكثر بحل مسائلي وانا مرتاحه لاني انا حافظه جداولي الضرب، جداول الضرب يا جماعه يا جماعه مهمه جدا. اذا ما حفظت جداول ضربي انا ولا لي دعوه في شيء، بقعد ببيتي وبنام. يا مس اذا ما كنت حافظه جداول الضرب، الان احنا عندنا بالضرب بدينا ضرب والان بدي ابدا القسمه، احنا لسه كنا مقدمات القسمه. لكن انا اذا ما كنت حافظ جداول ضربي والله ما الي ولا علي اني افهم حتى لو فهمت من المس حتى لو فهمت الدرس كامل وانا مش حافظ جداول ضرب كله بطلعه غلط كله بطلعه غلط الان
عندي أمس، عندي هون. بالنسبة لي باخذ دائما 6 31 تقسيم 6. بدي أقدر الاثنين بتاعت 31 بتقولي لي لا يمس ما بتعطيها، وبدال الاثنين بحط 0 6 بلاش يمس. في عدد تضربيه ب 6 بيعطيك 31 بتقولي لي لا يمس، هي أقرب شيء له 30. أنا حافظة جداول الضرب 30 بدال 31 أصبحت 30، بدال 31 أصبحت 30 والصفر ينزل لهون، شايفينه باللون الثاني حتى على 6. شو العدد اللي بدي اضرب في 6 يعطيني 30؟ قولي لي يا مس 5. انا اخذت ال 30 كامل، مين ضل عندي؟ 0 1. باجي على اللي بعده، انا هاخذ 43. 5 بتعطي؟ تقولي لي يا مس بتصير 44. بتصير 44. طيب يا مس بدال الخمسة 0. طيب يا مس في عدد حضره في 8 يعطيني 44؟ قولي لي لا يا مس، لا يا مس الشيء في عندي ممكن يكون 48. 8 في 6 وممكن يكونوا 50 ويكونوا 8. نفس اللي شوفوا نزلنا 4 ونطلعنا 4 نفسها، واللي بدك اياه تختاريه صح. انا اليوم بدي اختار الان بدي اختار 48. بدي اختار 48. بدي اختار 48. شو بدي اختار يا مس؟ 48 والصفر بداله تقسيم 8. 48 تقسيم 8 قديش يا مس بصير؟ عاد ايش العدد اللي بدي اضربه في 8 يعطيه 48؟ بتقولي لي 6. 6 والصفر ينزل الى يمين العدد. انا هحط لك بالشكل هذا، وحط لك هون هاي 2 3 3 بس يلا 3. شو هاي 42؟ 41 3 42. بدي اخذ 42. الواحد بتعطيها؟ لا تعطيها، بتطلع 42 8 وبدال الواحد 0. واعمل تقسيم بالشكل هذا. نيجي يا مس هون 42 تقسيم 7 حتعطينا يا مس 42 تقسيم 7 حتعطينا يا مس ايش العدد اللي بتضربيه ب 7 يعطينا 42 اللي هو 6 والصفر ينزل الى يمين العدد. بكل سهوله انا بعمل الان بدي اخذ ال 54 3 بتعطي ال 54؟ لا ضلها 54 كما هي وبدال ال 3 0 واقسم على 9. شو العدد اللي بدي اضربه؟ شو العدد اللي بدي اضربه؟ شو العدد اللي بدي اضربه؟ في 9 بيعطيني 54 بتقولي لي 6 والصفر بينزل الى يمين العدد. نيجي يا مس عندي هون 28 28. انا عندي 28 واحد ما بتعطيها بتضلها 28 كما هي والصفر ليمين العدد تقسيم 7. شو العدد اللي بدي اضربه في 7 بيعطيني 28 بتقولي لي 4 والصفر بينزل الى يمين العدد. اخر واحد بالنسبه الي، اخر واحد بالنسبه الي 26. الاربعه بتعطيها؟ لا يا مس ما بتعطيها، وضل بدال الاربعه 0 على 6. شو العدد اللي بدي اضربه ب 6 يعطيني 26؟ 26 في 30. طب 26 لو نزلتها 2، لو نزلتها 2 بصير 24 صح؟ صح؟ نزل 2 ولا اطلع 4؟ لا لا انزل الاقرب الاقرب. انا لو نزلتها 2 بصير 24 على 6 4 صح؟ كلامي صح؟ طب لو طلعتها 4
36، لا مش 36 4، نزليها على الاقل، نزليها على الاقل، بصير هون 24 تقسيم 6 يساوي 4 والصفر ينزل. بالشكل هذا يا مس انا هيك حليت تقريبا الاسئله الموجوده عندي. خليك معي شوي صغيره اكمل اسئلتي. اسئله وحده ثلاثه، الوحده رقم ثلاث، حناخذ الوحده رقم ثلاث اللي هي صفحه 85. معاي الكل معاي، اصل بالاعداد اول واحد عندي، اول واحد عندي اللي هو رقم واحد، طلع عندي اللي هو 62 624 اسف على ثلاث، هاي اول واحد. الثاني 412 تقسيم 3. حاول قدر الامكان اقدم شوي صغيره عشان نخلص. انا بدي اشوف انه في مجال اني امشي اكثر من هيك ولا لا. نعم. طيب نجي بس هون الثاني، وهون الثالث، وهون بدي احط، احاول احط الرابع هون جنب تحتي. الثاني اللي هو 215، 215 تقسيم 3، 412 تقسيم 5، 161 تقسيم 8، واعطاني اعطاني هون 80، واعطاني هون 20، واعطاني هون 200، واعطاني اخر شيء طبعا هذا لحاله، اخر شيء اعطاني 7. هون تعالي تعالي بسرعه بسرعه نعملها كل اريحيه واحنا مبسوطين. نيجي بس اول شيء بدي اطلع الناتج هون 62 على 3، على طول حيقولوا لي بس هاي حتطلع لي 60، هاي حتطلع لي 60 بلا طبعا ما تعطيها 62، نزليها بس 60 على 3، 3 على 6 اللي هي بتطلع لي 2، وهون 200 وين ال 200؟ هاي وين ال 200؟ هاي همس. اجي على اللي بعده، اجي على اللي بعده هون اللي هي 20 اللي هي عندي احدى، بصير عندي 22 وبدي انزلها بصير 21 على 3 بتساوي عندي هون 77. مين وين ال 70 همس؟ هاي ال 70 باجي امس هون على اللي هي بدي اخذ مين امس عندي؟ بدي اخذ هاي بالشكل هذا هون بدي احطها اللي هي 40 بتصير 40، انا طبعا عملتها وزودتها وانت بتعرف كيف عملناها على 5 بتعطيني هون 80. وين ال 80 يا مس؟ هاي امس ال 80 بالشكل هذا. هون 70 بديش اخبطها، هاي 70 اجي بس هون بدي احكي هون اللي هي 116، حاخذ ال 16 حتصير 16، ما بتعطيهاش ايش؟ الهاي صفر على 8 بتعطيني 20 اللي هي وين ال 20 يا مس؟ هيها بحاول قدر الامكان انا بدي اصغرها شوي عشان بدي اخذ مجال شوي صغيره. ايوه هاي 20 اللي هي بالشكل هذا. انا خلصت، انا بالنسبه لي خلصت السؤال الاول، حابه اخذ السؤال الثاني. السؤال الثاني اضع شرط اكبر واصغر واللي هو هذا رقم هون رقم 7، هون رقم 7.
بدي اخذ سؤال رقم 8، بدي اخذ رقم 8، بدي اخذ رقم 8 اللي هي طبعا حاطط لك التقدير تحت عشان تقدري، وبعدين تحطي الناتج الصح بعد التقدير، التقدير تحته احنا عارفين ما فيش داعي اني اكتب على التقدير، انا بدي اكتب على طول بدي احل لك اياه بالشكل هذا. تعال على التقدير، دائما احنا التقدير بنحطه تحتي مش مشكله. انا باخذ 18 هي 18 ما بتعطيها الواحد وبضلها صفر تقسيم 9 اللي بتعطيني ايش؟ بتعطيني ايش؟ 18 على 9 20. طيب نيجي هون ناخذ 18، 18 اللي هي 18 اسفه على 2 اللي هي بتعطيني يا مس اللي هي 99. مين الاكبر يا مس؟ ال 90، ال 90 ام ال 20؟ بتقولي لي يا مس هي 90. تعالي على السؤال اللي هو يا مس بدي احطه هون اللي هو رقم 9، رقم 9 تمام، رقم 9 بحكي لي يا مس اللي عندي انا 122. كل سهولة أنا بعمل هذا الحكي سهل كثير، صرت أعرف أعمله، صح ولا لا يا مس؟ أزغت شوي الخط، عشان ما بديش أطلع لورا. 122 تقسيم 4، عندي هون في فراغ، وعندي هون 244 تقسيم 8. يلا خلينا نحلها مع بعض ونعرف ايش اعمل فيها. الان يا مس انا بدي اخذ 12. نعم تعطي؟ لا ما بتعطي 12 زي ما هي، بدل صفر تقسيم 4. 12 تقسيم 4 بتعطيني يا مس اللي هي 12 تقسيم 4 بتعطيني اللي هي 3، والصفر بينزل ليمين عدد. اجي يا مس هون بقول له انا بدي عندي هون 24، 4 ما بتعطيها طلعت 24 كمان هي، والصفر ينزل بالعدد على 8. شو العدد اللي بدي اضربه في 8 بيعطيني 24؟ حد قولي لي يا مس هو ايش؟ هو اللي هي 3، اللي 3 والصفر ينزل. ايش لسه صار عندي؟ 3 3 ايش مالهم لسه؟ متساويان. شفتوا انا بطلع ما بعرف انا متساوي ولا مش متساوي، اكبر ولا اصغر، انا بحل وانا مبسوطه من كل شيء عندي. خليني اكمل، انا بدي احاول بديش امحي، بدي احاول اكمل الحل بالشكل هذا هون، بدي احاول اكمل الحل. خليك معي شوي صغيره يا بس عشان اخلص. قرات فاطمه كتابا، وسؤال رقم 10، سؤال رقم 10 قرأت فاطمة كتابا اللي هو واحدا في 6 أيام، إذا كان عدد الصفحات 100 186 فأقدر عدد كم يوم، كم يوم يعني بدنا نقسم على 6. يلا خليكم مع بعض، خلينا مع بعض نقسم على 6 بالتقدير. ايش بدي بالتقدير يا مس؟ تقدر انا عندي هون شوفي على طول لو حطيت 19 6 صح بتعطي، تعطي يا مس انت شو بتحكي؟ بدي تخليها زي ما هي. مس بتعطي، بتقولي 19. خليك معي، خلينا نمشي خطواتك اللي بدك اياها. 19 6 بتعطي، نعم على 6، لكن بحكي له يا مس انه انا ما فيش عدد اضربه في 6 يعطيني 19، في اقل منه اللي هي 8 10 بترجع زي ما كانت، يعني من اول بصير انا عندي شوية سرعة بديهة، بلاش خليها 19، خليها زي ما هي 18 لانه 6 بتقبل عليها، ال 19 ما بتقبل عليها، خليها عندي شوية بديهة، سرعة بديهة من غير ما اكتب هاي الخطوات. فانا بدي اسير هيك اعمل ان شاء الله، هون بصير عندي 3 و 3. نيجي على السؤال اللي بعده، نيجي على السؤال اللي بعده، بيقول لي سؤال رقم 11،
سؤال رقم 11 بقول يا مس. زرع حسن 170 شتلة، آسف 170 شتلة، 170 شتلة في خمس صفوف، في خمس صفوف، في خمس يعني بده ايش يوزعها. أنا حكيت لك لما بحط له خمس ترتيب، خمس صفوف، خمس صفوف، كلها هاي توزيع يعني تقسيم على خمسة. أقدر، قول لي قدر، قول لي قدر. الآن أنس السبعة أول شيء جيت قلت له سبعة، السبعة ما بتعطي، لكن في إشي أضربه، هاي عاد هي معمول كأنها مقدر، في إشي أضربه في خمسة يعطيني 17؟ لا لا لا، في خمسة ثلاثة في 15 أنزلها، أنزلها اثنان عادي، نزلتها اثنان صح؟ تعطيني شو يا مس بتعطيني؟ بتعطيني 15 تقسيم 5 30 30 حتقولي لي حكتب هون بس أنا ما كتبتش 30 إيش؟ بقول لي 30 شكلة في كل صف، 30 حقول شكلة، شكلة في كل صف. طيب هون في عندي صفحة في اليوم الواحد، هون هنكتب له صفحة في اليوم الواحد، صفحة في اليوم الواحد. اجي بقول لي اكتشفي الخطا، بدي اكتشف له الخطا، اخر واحد جايب لي اللي حكتشف له الخطا. سؤال رقم ان شاء الله يكون مبين تحت عندنا، ان شاء الله هحاول اظهر شويه الخط عشان يبين. اكتشف الخطا بتقول لينا، لينا شو عبر؟ السؤال رقم 12 اخر واحد اكتشف الخطا، سؤال رقم 12 في لينا شو بتحكي يا مس؟ سؤال رقم 12 لينا بتحكي انه 816، خلينا نشوف غلط لينا، هو هي بتقولي في غلط عندها، هو بقولي في غلط مش انه ما فيش في غلط، بس احنا اللي حنكتشفولها، احنا اللي حنكتشفولها، يعني 116 تقسيم 4 قالت لينا يساوي 20، لينا قالت يساوي 20، قلت لها تعالي يا لينا نحكي معاكي، نعم يا لينا مع بعض، تعالي يا لينا، أنا هون الستة بتعطي، بتعطي بصير 2، لكن أنا بقول لك 82 ما في 82، بقولها خليها 80، بقولها خليها 80، وبعدها 6 0 على 4 بيش هون، بقول له 8 على 4 تعطيني 2، كم صفر يا مس؟ انا اخذت صفر 87، لا اخذت 8 بس، كم صفر ضايل؟ ضايل صفران مش صفر واحد يا لينا، ضايل صفران يا لينا مش صفر واحد يا لينا، واضح يا مس؟ هذا هيك كملت كل التقدير اللي ممكن في هاي المسألة، وإن شاء الله بإذن الله الحصة الجاية بنفوت على قسمة إن شاء الله وتكون عندنا سهلة وبسيطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.